مرحبا ومسهلا بالفنادق الحلوة الجديدة اللي يبون اياها بوتيكات. بوتيكات يبين براند اسمه ابراج، عبارة عن عطور كذي حلوة واسعارها جدا مناسبة. كل وحدة وبرجها، والحلو في والحلو بالبراند نفسه ان شنو مسوين، كاتبين هني كل برج وشنو يحب وشنو ما يحب، عرفتوا؟ يعني حلو لقطته تقدمونه هدية، اما تهدين في احد تكوني عارفين شنو برجه، او انتي تهدين نفسك واحد من هالعطور على برجك. طبعا انا اول شيء يا بولي اللي هو ليو، وايد عجبتني الفكرة، كان اقول لهم ابي باجي الابراج، ابي اشم باجي الابراج كلهم بدون استثناء. ليش انا اعطيتهم الجرين، ليش انا حطيتهم عندي كلهم؟ لان كل العطور تعتبر حلوة ومناسبة، يعني ما لقيت عطر سويت، ما لقيت عطر ورد، ما لقيت. فلما حسيتهم ان هم كلهم متناسبين في الاذواق، حسيت ان انا اقدر اسولف لكم عنهم. طبعا العقرب مجنون، من رائح مجنونة، ونفس الشيء الليو، وكلهم صراحة للأمانة يعني لو في واحد منهم حسيت انه يعني كذي مو ستايلي وادري انتم ما تحبونه، كان هذا البرج شلته. فأنا ليش حبيت هذا البراند؟ سعره 14 دينار وحلو، وحبيت فكرته حق هدية والله. يعني يا انا تهدين نفسك كذي ان الله بتسريحتك عطر برجك، او احد مثلا تهدين زوجك، تهدين رفيجتك، تحسين ان انت حلو. اذا انت تبي تميزين مثلا رفيجتك تدزين لها هديه، ومع الهديه مثلا عطر مع برجها. وعلى فكره ترى هذه المجموعه ون شوت، اذا خلصت ينزل مثلا ابراج 2 نفس الابراج بعطور ثانيه، فحبيتهم انهم كذي يعني كلهم ون شوت. جربوهم بنات، كل واحده تاخذ واحد على برجها وتقولي رايها. انا عن نفسي عجبوني كلهم حلوين، كلهم حق الصيف، حسيت انهم صايدين اللقطه ان هي عطور بارده فريش. حطيت كل الأبراج بوتيكي، وايد استانست على سعرهم. وحلو بعد حتى تقدرين تقطينه بالجنطة، يعني هم حجمه مناسب حق قطة الجنطة. حلو فيه إن أهم ذاكرين مثلا برج الـ الأسد يحب اللون العنابي. تخيلوا أنا أموت في العنابي، وانتو تشوفوني أنا شلون أحب اللون العنابي. وصج يعني مثلا عندكم هذا البرج يحب البرتقال، هذا يحب الأصفر، هذا يحب الأزرق. والحلو فيه إن ذاكري لكم هم مسوين سوري العطور دارسين شخصية كل برج وشنو النكهات اللي يحبها، وبناء عليه هم سووا الجوسز. يعني حسيت ان البراند فيه قصة كذي تونس والله بنات والله، ان كل العطور كلهم حلوين، يعني كلهم حلوين باردين كذي، ما فيهم لسعة هذه ما احبها، يعني فجأة ياكلهم شي على ذوقي والله. انا يا زال ابي العقرب يعقد العطر، يعني هذا اللي انا ذكرته انه وايد كذي، يعني وايد لفت نظري.